طيب شباب، هذا المثال بكل تضم ويت دي and its load have a combined weight of 600 pounds. يعني هذا هو بنحط هذا قلنا لكم هذا السيستم بيستخدموه، احد السيستمز اللي بيستخدموه في المصاعد الكهربائيه. الدم ويتر هو اللي بيكون عليه الكابينه اللي احنا بنطلع وبننزل فيها، يعني بتكون كابينه مثبته هون وهذا، وفي عندنا فوزن الكابينه هذه الدم ويتر مع الكابينه 600 pounds، while the counterweight C is 800 pounds. الاوزان هذه determine the power delivered by the electric motor. في عنا electric motor هنا، فبدنا قديش ال power delivered by the electric motor M. When the dumb water is one moving up at a constant speed of 8 foot per second. يعني الحالة الأولى بدنا نشوف قديش ال power اللي بيعطينا يا المطور هذا في حالة إنه هذا الدم water بيتحرك بسرعة ثابتة قيمتها 8 foot per second. هذه أول حالة. الحالة الثانية بدنا برضو الباور إذا كانت الـ instantaneous speed، يعني كانت السرعة اللحظية للضم ويتها يساوي 8 foot per second، لكن بيكون بتسارع. يعني الحالة الأولى ما في تسارع، الحالة الثانية في تسارع يساوي 2.5 foot per second squared. لاحظ الشباب الشغلتين بدهم power. الحالة الأولى في عنا constant velocity، والحالة الثانية في عنا initial velocity وفي عنا acceleration. طيب هسا خلينا نناقش الموضوع بالناحية، هو بده الباور، بيقول لي find the power. فلما يقول لي find the determine the power، واحنا بنعرف انه ال work done يساوي القوة ضرب المسافة المقطوعة، والباور يساوي القوة ضرب السرعة، صح ولا لا؟ فإذا أنا وجدت القوة وجدت السرعة بقدر أجد الباور. وشو اللي بيهمني أنا؟ الباور تبعت الموتور، هذا الموتور. طيب إذا أنا بدي أشوف الباور، يمكن يفيدكم في مشروع التخرج إذا حدا بيستخدم موتورات، إنه كيف نجد الباور للموتور. هاي شباب الكيبل اللي بيدخل الموتور، هذا اللي مش الموتور بلف، والكيبل بلف على شيء في داخل الموتور. هسا هذا الكيبل مشدود شد عن طريق الموتور، قديش قوة الشد هذه؟ هذه هو القوة اللي بنستخدمها، قوة الشد ضرب سرعة دخول الكيبل في داخل الموتور. يعني هذه السرعة والقوة. فبدنا الباور للموتور بتكون قوة الشد في الكيبل اللي واصل للموتور، يعني قوة الشد في هذا، هذه قوة الشد، زائد السرعة اللي بيدخل فيها الموتور. طيب يا شباب، فاحنا كيف بدنا نجد قديش سرعة هذا، يعني هذا الكيبل؟ احنا عندنا الدم ويتر بكل سرعته 8 فوت بير سكند. هل سرعة الكيبل هي نفسها؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، قديش قيمة التنشن هذه اللي التنشن اللي في الكيبل؟ إذا اثنين هذول توفروا نقدر نجد الباور. طيب خلينا نشوف احنا الأمثلة. الأول طبعا بما انه احنا ما عندناش تسارع في الحالة الأولى، هي زي حالة ستاتيك. ليش؟ في توازن. فلو عملنا الفري بودي دايجرام للضم ويتها وحطينا على الكوع، ما في عندنا فريكشن. هذا الضم ويتها الفري بودي دايجرام، لاحظ في عندنا كم كيبل هنا؟ في عندنا اثنين. والله يا شباب انا بكرر وبقول، يعني السؤال اللي اخذناه في الامتحان كان فيه كوابل، والكل يعني الكل متجاهل هذه، او ليش نقول الكل، هذا تفخيم وتعظيم، لكن كثير من الاخطاء انه مش داري قديش كم كيبل موجود وكيف طول الكيبل بنحطه. طب درب حالك، يعني في كثير تجاهل امثله في التيتوريال شيت عن اطوال الكوابل. بدك تطلع السيستم ويكون عندك نظرة هندسية للسيستم، مش نظرة عادية. احنا مش ناس من برا، يعني احنا نجيبكم انتو زي ما كلها الخلاصة الخالصة من هالشباب. يعني انظر كم كيبل عندنا موجود؟ اثنين. فهذول الكوابل مش بيكون الشد بيكون متساوي، الشد بيكون متساوي في كل
أجزاء الكيبل الواحد، لكن في كوابل مختلفة الشد ما بيكون موجود، يعني ما بيكون سايم. لذلك إحنا لاحظ لما وصلنا الفريبط الدياجرام لهذا الدم ويتا، لاحظ في عنا واحد من الكوابل الشد في F والكيبل الثاني في T مختلفين. ليش؟ لأنهم يعني مختلفين، لأنهم يعني هم أصلاً two different cables. That's one. Second thing is the weight W. طبعاً حطينا الفيلوسيتي. فلاحظ أنت بدنا نشوف كديش ال يعني نشوف كديش ال F. لإذا وجدنا ال F، هذه ال F اللي موجودة هون هي نفس ال F، لاحظ، لأنه هذا نفس الكيبل، ها؟ فال F اللي موجودة هاي يساوي هذه ال F. واضح شباب؟ فبدنا نشوف كديش قيمة ال F والفيلوسيتي موجودة معنا. ما هي الفيلوسيتي تساوي 8. طيب شباب، ليش الفيلوسيتي تساوي 8؟ لأنه إذا الضم ويتا بيرتفع بسرعة 8 foot per second، الكيبل هذا برضه بده يتحرك بنفس السرعة، فهي نفس الكيبل يتحرك بنفس السرعة. طيب شباب، خلينا نشوف احنا أول حالة. طيب شباب، نشوف أول حالة. طبعا مشان نجد القوة F، لو رسمنا الفري بودي دياجرام لدي لحاله ما بنعرف نعمل شيء، فبدنا نرجع شوي لورا ونرسم الفري بودي دياجرام لسي. يعني بنبدا في سي وبننطلق بهذا الاتجاه. طيب شباب، فلو رسم الفري بودي دياجرام لسي، الوزن 800 والتنشن هون 2T. ليش 2T؟ لانه في عندنا فرعين من هذا الكيبل اللي كنا عنه، في عندنا التنشن هون T، مش هذا الكيبل في تنشن T، في عندنا فرعين هم اللي حاملين الكاونتر ويت، فكل واحد التنشن في T، فصار عندي 2T وعندنا 800. ولاحظ في عندنا حاله عدم اكسلريشن، يعني ما في عندنا اكسلريشن، معناه زي حاله الاستاتيك. او حتى لو حطينا الفري بودي دياجرام ورسمنا وحطينا نيوتن سكند لو، فلاحظ انت 2t minus 800 is equal 0. ليش 0؟ ما في عندنا تسارع، ماشي؟ فمن هذه المعادله بنقدر نجد قديش التنشن. هذا التنشن الان هو جزء من القوى الموجوده على الضم ويتا، فبدنا نرسم الان الضم ويتا نفس الطريقه. لاحظ الطريقة اللي شفناها قبل، هاي التنشن وهذه الاف وهذه 600. الآن نفس الطريقة بنستخدم الفري بودي دياجرام للدي وبنستخدم نيوتن سكند لو للدي. لو حطينا تي بلس اف ماينس 800 او از ايكوال او ماينس 600 راذر از ايكوال 0. طبعا التي معروفة، اخذنا هذه هاي التي هي نفس التي يا شباب، فتعويض مباشر بتعطيني الاف اللي هي انا بديها، قوة التنشن في الكيبل اللي بيدخل في الموتور. طيب شباب، وجدنا هسه التنشن، ولاحظ الان الباور معروفة. ليش؟ لانه الفلوسيتي للضم ويتا هي نفس الفلوسيتي للكيبل، فصار عندي الفلوسيتي معروفة والقوة معروفة، فصار عندي الباور is equals to F times VD is equals 200 times 8. هذه الحالة الاولى. في حدا بده يسأل سؤال ثاني يا شباب؟ واضح يعني؟ طيب نشوف الثاني. بدنا نمشي نفس المسار، بس بدنا ننتبه انه في تسارع، نفس الحالة. طيب شباب، فقبل ما طبعا لانه في عندي معلومات عن الاكسلريشن للدي، بس ما بعرف قديش اكسلريشن للسي، فبدي انا اليوم هسه ساعدوني. الاكسلريشن للدي is equal 2.5. قديش الاكسلريشن للسي؟ طول الكيبل، نعم، اي كيبل؟ الكيبل الاول. هذا الكيبل، احنا هسه لو اخذنا هذا عباره عن الديتم وهذا اعتبرناه الطول، فصار عندي لو هذه كانت عندي اكس سي، هذا الطول اكس سي وهذا اكس سي وهذا اكس دي، ماشي؟ يعني هذا الطول اكس سي وهذا الطول اكس سي وهذا اكس دي، فصار عندي ال1 يساوي 2 اكس سي زائد ايش؟ زائد اكس دي. نعمل تفاضل 0 equals 2 vc therefore vc equal minus
في دي طيب شباب ماينس في دي اوفر 2 فصارت بما انه الفي دي از ايكوالز 2.5 واعتبرناها لاعلى موجب معنى ذلك سوري نعم معنى ذلك صارت الاي سي طبعا الاي سي طبعا نفس الشيء الاي سي نكتب الاي سي از ايكوالز 2 ماينس اي دي على 2 نفس الشيء طيب شباب فصارت عندي الـ AC يساوي half of AD بما انه كنا عندنا minus half of AD فصارت minus الـ 2.5 يعني هنا لازم يكون عندنا minus هنا هل لازم يكون عندنا minus طيب شباب اللي هي minus 1.25 اللي هي الحركة الى اسفل نعطينا واي مشان انتو يعني تكتبوا هذا المكان هذا الشيء طيب شباب الان بما اننا عرفت قديش الاي سي الان برسم الفري بودي دياجرام لا اي سي لاحظ اللي عندنا 2 تي وعندنا ال 800 بس هسه على الطرف الايمن ما في صفر في عندنا ماس تايمز اكسلريشن واذا اعتبرنا الى هذا الى الاسفل يعني الحركه هذه موجبه وهذا لفوق بس مشان نكتب المعادله يعني مش على طول يعني الآن بصير عندي الـ 800 minus 2t is equal mass times acceleration ففي هذه الحالة الـ 2t بتكون يعني بنقدر نجد قديش قيمة الـ 2t وبعدين نجد قديش الـ t لأنه عندي أنا بس مجهول واحد واضح الشباب عندي مجهول واحد بس لاحظ هون إنه إحنا هون غيرنا الوزن لكتلة وفي عندنا في حالة الامبريال يونتس لازم نقسم على جي اللي هي 32.2 ما تكلك فيها في الامتحان يعني في الامتحان انت ما عندك حاجة انك تخربط والله انا هل استخدم جي يساوي 9.81 ولا استخدمها 32.2 هذا الامر محسوم عندنا في الامتحان جي is 9.81 راح نستخدم الاس اي يونتس ما راح نستخدم الامبريال يونتس فما تخربط ما تقول لي 32.2 ما عندنا 32.2 بس احنا في الامثلة يعني لهدف التوضيح بنستخدم الامبيريال يونتس طيب شباب الان برضو نرجع على الفري بودي دياجرام نفس الكلام اللي كنا في السابق وبرضو الحالي انه في عندنا اكسلريشن والاي دي احنا بنعرفها فصارت عندي التي بلس اف ماينس 600 از ايكوال ماس تايمز اكسلريشن لاحظ برضو هنا قسمنا على 32.2 والاكسلريشن اللي هي 2.5 فمن هذه المعادلة بنجد قديش قيمة F طيب أنا هسا بدي أسأل سؤال قبل ما نشوف السطر القادم بدي أسأل الباور في حالة الأكسلريشن بيكون أقل ولا أكثر في حالة في الحالة الأولى مين بيكون الباور أكثر الحالة الأولى أكثر الحالة الثانية أكثر الباور الاولى الاكسلريشن يعني انا سمعت انه الاولى في ان الباور بتكون تبعت الباور اللي ديليفرد باي ذا موتور بتكون اكبر في الحاله الاولى منها في الحاله الثانيه صح هذا الكلام صح هذا الكلام معقول يعني انت لما تكون تحرك الاشي بسرعه ثابته خلينا نفكر فيها يعني بالناحية كم شغل بتعمل الحالة الأولى أنا بدي أحرك إشي بسرعة 8 foot per second ثابتة الحركة فبدي يعطيني باور معينة الحالة الثانية بدي أحرك الجسم بنفس السرعة 8 foot per second زائد عمل له acceleration فمين بدي يعطيني باور أكثر مين اللي بتطلب الثاني لان عندك انت two jobs الجوب الاول انك بدك تحركه بنفس السرعة الاولى والجوب الثاني انك بدك تعمل التسارع ففي عنا الباور بيكون اكبر في الحالة الثانية وهذا اللي حدث قبل كان الباور اعتقد كانت 2000 هون الباور بتكون اكبر ليش لانه اصلا السرعة هذه القوة اكبر كانت قبل 200 الآن 262 طيب شباب في حدا عنده أي استفسار الموضوع يعني السؤال واضح
أخذنا حالتين. الحالة الأولى كانت التسارع صفر والسرعة ثابتة، والحالة الثانية كان التسارع موجود السرعة نفس السرعة. فلاحظ أنت أعطاك سرعتين متماثلتين، ولكن واحدة فيها تسارع واحدة فيهاش تسارع، مشان بس يعني يجلب انتباهك انه في عنا زيادة في الباور في حالة وجود في حالة وجود التسارع. طيب شباب، لذلك السيارات اللي بتسارع، تلاحظ سيارة بتستهلك وقود، معظم الوقود يستهلك في حالات لما السيارة تبدأ بالانطلاق، لانه في تسارع، لان السيارة صفر سرعتها في البداية، ولما تصير تتسارع، وخاصة من الشباب المتحمسين اللي بيبدأ السيارة وبيعزم مشان يصل سرعة معينة، يعني كل ما صار التسارع أكثر في البداية كل ما زاد حرق الوقود أكثر. لذلك يعني بدك تنتبه، صح أنت بتسرع وبتشحط ومش عارف إيش، بس المصاري قاعدة يعني بتروح بشكل كبير. طيب يا شباب، احنا الان بدنا خلصنا الامثله، بدنا نتكلم عن موضوع اخر اللي هي بوتنشال انرجي. قبل شو كنا، شو الاشياء اللي تكلمنا عنها في السابق؟ خلينا بس نعمل فلاش باك او ريكاب للاشياء اللي عملناها. احنا كنا اول ايش تكلمنا عن الورك دون، تكلمنا عن اليو 1 2 صح، هذا ورك دون. بعدين شو تكلمنا عن ايش؟ التي اللي هي كينيتيك انرجي. بعدين تكلمنا عن ثنتين هذول، فصار عندنا برنسبل اوف ورك انرجي اللي هو شو ايش؟ تي 1 بلس يو 1 2 يساوي تي 2. طيب يا شباب، بعدين تكلمنا عن شو كمان تكلمنا؟ تكلمنا عن الفيرتشوال انرجي، تكلمنا عن الورك انرجي، وتكلمنا عن الفيرتشوال انرجي. الان نتكلم عن شيء اسمه بوتنشال انرجي. البوتنشال انرجي، كلمه بوتنشال هي باللغه تعني yet to happen او yet to take place او yet to appear. يعني بنكون عنكم انتو potential graduates. شو يعني potential graduates؟ انتو لسه مش متخرجين لكنكم ستتخرجوا، potential graduates. طيب شباب، او potential good members of society، يعني اعضاء جيدين في المجتمع، يعني potential. طيب شباب، نتكلم عن الهدف. فالpotential يعني yet to happen، فهي طاقة مخزونة وليست ظاهرة yet إلى حد الآن. والشيء الأشياء اللي احنا بنعرفها انه مثلا potential gravitational energy، إنه لو وضعت جسم في مكان عالي فبقول لك في عنده طاقة مخزونة، هي طاقة الوضع، مش مسميها طاقة الوضع، اللي تساوي كديش الوزن ضرب المسافة من القاعدة. ماشي، هذا احنا الآن يا شباب، احنا قبل برضو اطلعنا على مثال زي هيك، صح ولا لا؟ بس ما تكلمنا عن ما تكلمنا عن البوتنشال انرجي، بس تكلمنا انه الورك دون باي ذا فورس از ايكوالز تو دبليو تايمز يو 1 ماينس دبليو تايمز يو واي 2. والورك هنا الفورس هنا يعني فيها ايش؟ الوزن، ما فيش الا هي. طيب الان لاحظ انه الكيني هذه اللي عندي هي عبارة عن طاقة الوضع للجسم في حالة، في الحالة الأولى، صح ولا لا؟ والثانية هي طاقة الوضع للجسم في الحالة الثانية. فصار عندي أنا الآن بقدر أعمل الورك دون باي ذا فورس as a difference between potential energies. ما دخلت الكينيتيك انرجي. فصارت عندي الورك دون يساوي VG1 minus VG2. هذه علاقة بسيطة بين الورك دون وبين potential energy. وراح نطبق هذا القانون يا شباب على كثير من الحالات السابقة، برضو بدنا نستخدم بس potential energy.
بس هنا يا شباب في ملاحظة مهمة جدا، انه في حالات البوتنشال انرجي دائما لازم نبدأ في تحديد الديتم، القاعدة اللي انا منها بنطلق او بقيس البوتنشال انرجي. يعني انا هسا لو كليت الجسم هذا موضوع الطاولة كداش البوتنشال انرجي له، انا بقول الوزن ضرب المسافة هذه اللي هي طول الطاولة، انت بتقول لا، فانت بالنسبة لك انت البوتنشال انرجي هي هذا الوزن ضرب المسافة يمكن اللي انا واقف عليه، المسافة الطاولة زائد المسافة هذه، صح ولا لا؟ فالديتم مهم جدا، الديتم مهم جدا، فمهم جدا يا شباب انه choice of datum لازم يكون ثابت. طيب يا شباب، وانت بتحطه من المكان اللي انت بدك اياه، يعني is arbitrary. طيب يا شباب هذه واحدة. الشغلة الثانية انه وحدات البوتنشال انرجي هي نفس وحدات الطاقة، هي نفس وحدات الانرجي السابقة اللي هي جولز، فبدنا الوزن يكون في الكيلوغرام، والجي 9.81 والمسافة تكون الميترز. الان لاحظ قبل كانت البوتنشال انرجي مبنية على اساس انه الجسم وزنه ثابت، صح ولا لا؟ وزن الجسم شو هو؟ ماذا يمثل وزن الجسم؟ عبارة عن جذب الأرض للجسم، صح ولا لا؟ وإحنا نعتبر الأجسام الموجودة على هذه الأرض جذب الأرض إلها ثابت، بما إن المسافة يعني ما تتغير، إحنا وين نروح؟ ننطير؟ ما إحنا على هذه الأرض. طيب الشباب، فوزني ووزنك باعتبار إنهم ثابتين، وزن الأجسام ثابتة، لكن الأجسام الفضائية اللي بتتحرك قوة الجذب هي عبارة باعتبار إنها زي وزن، هي قوة جذب، لكن بين الأجسام الفضائية الأخرى. طيب شباب، وهذه القوة تتغير، كيف عرفنا انها بتتغير؟ لانه الاجسام ما بتمشي في دائرة ثابتة، بتمشي بايش؟ الابتيكال شيب، فالالابتيكال شيب اكبر دليل انه القوة تتغير من مكان الى مكان. طيب شباب، فهذه القوة يا شباب، وبرضو القانون نيوتن للجرافيتي الجرافيتيشنال بول، نعرف انه القانون شو بيقول؟ انه قوة الجذب تتناسب عكسيا مع مربع المسافة بين مركزي الجسمين، معناته المسافة يعني المسافة بتأثر على قوة الجذب، بس احنا بدنا نستخدم برضو البوتنشال انرجي لهون. طيب شباب، for space vehicles البوتنشال انرجي هي عبارة عن القوة ضرب المسافة بين يعني المسافة اللي بيحثها. فاحنا شباب قبل برضو لما تعاملنا مع هذا الشكل بنرجع وجدنا انه ال work done by this force is equal GMM على R2 minus GMM على R1. طب هذه شو بيعطيني؟ minus، طبعا هذه بتكون عندي، اعتقد صار عندي minus. طيب يا شباب، المهم انه احنا عندنا الان صارت عندي ال VG، هذه القيمة يا شباب، هذه القيمة هي عبارة عن ال VG اللي هي potential energy. أنا I will check that. I will just make sure that the signs are right. طيب شباب، نفس الإشي عندنا ال VG ال gravitational potential pull is equal minus GMM على R. طيب شباب، هذه بالنسبة لل potential energy ل space vehicles. الآن خلينا نشوف بحالة الزومبرك. بحالة الزومبرك برضو عندنا ال potential energy اللي هي الطاقة المخزونة في الزومبرك. احنا بنعرف انه الزومبرك لما يشده شو بصير؟ بيكون خازن خازن يعني في داخله مخزون فيه انه طاقة. كيف بعرف انه مخزون طاقة؟ اذا بنتركه هو برجع لحاله. طب هو رجع لحاله يعني كيف بيرجع لحاله؟ لولا وجود طاقة مخزونة ما برجع لحاله، انت ما بتزكه هو برجع لحاله. فهذه الطاقة المخزونة يا شباب، واحنا برضو هذا القانون كله هذا يعني شرحناه انه U12 is equal half KX1 squared minus half KX2 squared. فلاحظ هنا ان potential energy ال half KX1 squared هي عبارة عن ال potential energy اللي بسميها VE1، يعني هذه القيمة هي عبارة عن ال potential energy ل بسميها ال VE1 وهذه القيمة ايش؟ VE2. فصار عندنا حالتين الان او ثلاث حالات، انه ال work done يساوي potential energy at position 1 minus potential energy at position 2.
طيب شباب في هذه الحالة أعتقد برضو اللي كانت سابقة نفس الإشي، يعني كانت المفروض تكون السابقة هذه لازم تكون 1 أعتقد مشان يصير عندي VG1 و VG2. طيب شباب على كل حال أنا راح أتأكد لكم منها. طيب شباب هسه صار عندي مرضو ال U12 هذه برضو معادلة ثانية إن ال U12 is equals to the difference between potential energies. طيب الآن خلينا نشوف الحالات اللي في عندها الحالات إذا كان عندنا potential energy وكان عندنا work done في عندنا حالة خاصة إنه بيكون عندنا conservation conservative force. conservative force هو عبارة عن مبدأ أو concept of potential energy هو بيكون عادة ما بنعرف نطبقه إلا إذا كان عندنا conservative force. وشو هي الconservative force؟ الconservative force هي القوة التي يمكن أن تؤثر على الجسم بحيث تحركه وبيكون ال work done by this force equal the difference between potential energy at position 1 and potential energy at position 2. يعني إذا كان عندنا conservative force بيكون عندنا هذا الاحتمال وارد. واضح؟ ال U12 شو بتمثل؟ شو بتمثل ال U12؟ ال work done by the force by the applied force. ال V شو بتساوي؟ هذه ال V1. ال V1 شو بتمثل؟ ال potential energy للجسم at position 1. وال V2 هذه V2 شو بتمثل؟ ال potential energy للجسم at position 2. ليش حطينا x1 و x2 x1 و y1 و z1؟ لانه عادة ال potential energy هي عبارة عن function of position. يعني احنا كنا في حالة الجسم المرتفع ال potential energy هو عبارة عن وزن الجسم ضرب المسافة. والمسافة شو هي؟ المسافة عبارة عن coordinate او احداثيات، فبتكون عادة البوتنشال انرجي هي عبارة عن فانكشن للإحداثية. واضح شباب؟ في هذه الحالة بيكون عندنا conservative force. مرة ثانية conservative force شو بتكون وانت بتكون ممكنة إذا كان ال work done by this force is equals to the difference between potential energy position 1 position and position 2. واضح شباب؟ بغض النظر شو المسار اللي مشيناه، يعني يمكن الجسم يصير في هذا المسار، يمكن الجسم يصير في هذا المسار، مسار خط مستقيم. يمكن الجسم يبدأ من هذه النقطة ويروح في هذه النقطة وتروح ماشي مسار هكذا. واضح؟ هسا عنا في هذه الحالة رغم أن الجسم يتحرك من هون لهون وشوف كديش المسافة اللي مشاها، إذا كانت الـ work done الـ U12 طبعا بيكون تحت تأثير القوة، ها هذه في عنا قوة هنا هو ما تحرك الا تحت تاثير القوه. اذا هذا الورك دون باي ذس فورس باي ذس فورس اف، اذا الورك دون يساوي البوتنشال انرجي ات بوزيشن 1 ناقص البوتنشال انرجي ات بوزيشن 2 بيكون عندنا حاله كونسرفاتيف فورس. طيب شباب هذا مهم المبدا، يعني مهم طبعا اذا كان على هذا الاساس المبدا، يعني إذا احنا أخذنا هذا المبدأ كثابت معنى ذلك الجسم بدأ من نقطة ورجع لنفس النقطة، شو بيكون في هذه الحالة شو بيكون الورك دون؟ زيرو. ما هو الورك دون يساوي F times DR. واضح؟ ليش؟ لأنه البوتنشال انرجي هون V1 ناقص البوتنشال انرجي هون V2. طب لو كانت هذه هي هون نفسها شو بصير الفرق بينهم؟ صفر، لانه بيكونوا متساويات. واضح؟ هذا في حاله اذا كان الجسم in a closed path. طيب شباب فمهم جدا ان ننتبه لهذه الحاله. وفي هذه الحاله فقط كذلك بيكون عندي الديفرنشال للورك دون يساوي الديفرنشال للبوتنشال انرجي. واضح شباب؟ يعني لو اخذت الورك دون كان بقيمة x y z وعملت له ديفرنشيشن برضه بيكون عندي نفسه يساوي الماينس ديفرنشال للبوتنشال انرجي. واضح شباب؟ فبصير عندي الدي يو هذه الدي يو عبارة عن اف اكس تايمز دي اكس بلس اف واي تايمز دي واي بلس اف زد تايمز دي زد.
وهذه الدي في تساوي ماينس دي في على دي اكس تايمز دي اكس. ليش عملنا partial differential؟ لانه الفانكشن معتمدة على اكثر من متغير. لما يكون عندك الفانكشن متغير متغيرين اثنين او ثلاث لازم استخدم partial differential، هذا في الرياضيات. طيب شباب، معنى ذلك بيكون عندي الاف اكس الاف اكس ماله يساوي دي في على دي اكس، والاف واي يساوي دي في على دي واي، والاف زد يساوي دي في على دي زد. طيب شباب، just in case we come across this you will be able to handle it. طيب شباب، الان خلينا نرجع مره ثانيه بس نعمل ريكاب. في حالة conservative force كنا conservative force conservative energy conservation of energy، احنا كنا conservative force بيعطيني ال work done by the force equal the difference between the potential energies at position 1 minus position 2. واضح شباب؟ في كل الحالات، سواء كان عندنا gravitational potential، سواء كان عندنا elastic، او كان عندنا جسم محطوط في مكان مرتفع يعني gravitational earth. ففي هذه الحالة V1 minus V2 is equal work done by the force. الآن concept of work and energy السبق اللي عملناه اللي كنا U12 is equal T2 minus T1 شيك، أو كنا قبل بكنا نتكلم عن T1 plus U12 is equal T2 مشيك. الآن يا شباب لاحظ هنا ال work done by the force is equal V1 minus V2. هنا ال work done by the force equal T2 minus T2 minus T1. لو حطينا الثنتين مع بعض ودمجناهم شو بصير؟ بصير عندنا انه هذا السايد يساوي هذا السايد، لان اثنينهم يساوي U1 2. وعندنا الان ما اللي عمل انتم كنتوا تستخدموه في الثانوية العامة اللي هو conservative conservation of energy، انه مجموع الطاقة في اي لحظة، مجموع الطاقة الحركية والطاقة المخزونة في اي لحظة لازم يكون ثابت للاجسام او السيستمز. طيب شباب، T1 plus V1 is equal T2 plus V2، هذا ان شاء الله بيكون سهل التطبيق. طيب شباب، فلو بدنا نتكلم عنه بشكل دقيق، كأنه احنا الآن ما بنتكلم عن ثانوية عامة، بنتكلم عن يعني خلينا نقول مستوى أعلى. When a particle moves under the action of conservative force، وهذا مهم جدا، conservative force the total mechanical energy is constant. ولازم نعرف شو معنى constant conservative force. طيب شباب، شو يعني conservative force مرة ثانية؟ طيب شو معناها بالرياضيات؟ يعني اعطيني مثال كيف نعرف انه conservative force؟ الورك دون يساوي the difference between potential energies at position 1 and position 2، هاد تكون conservative force. طيب شباب، هذا بالنسبة للconservative force. لو طبقنا هذا المجال على system معين، مثلا كنا البندلوم هذا لو كان عندنا position 1 وكان عندنا position 2، ونطبق هذا المبدأ T1 plus V1 is equal T2 على T2، فصار عندي عند هذا المكان T1 بيكون 0 لأن الجسم ثابت، ان ال V1 اللي هو طاقة الوضع، شو بتكون طاقة الوضع هنا؟ الوزن ضرب لو أخذنا الديتم من هون، لاحظ الديتم هنا مهم جدا لأنه احنا بهمنا انه يكون الديتم ثابت حتى نعرف كويس المسافة. طبعا المسافة هي L شباب، فصار عندي T1 is equal 0 V1 is equal W times L، فصار عندنا T1 plus V1 is equal WL. طيب شباب، في البوزيشن 2 ال V هنا يساوي صفر لأنها على الديتم. طيب شباب، وال T2 is equal half MV squared اللي هي half times W، هذه الM وهذه ال V. إذا بتذكروا لما أخذنا كدش كلمة V يساوي 2 GL، فصار عندي نفس الشيء T2 plus V2 is equal WL. فلاحظ اثنين هم متساويين، يعني صار عندي T1 plus V1 is equal T2 plus V2. إذا كان عندنا فريكشن يا شباب، بنطبق القانون. الفريكشن
يعني فريكشن في السيستم ما بنرضى. ليش؟ لانه في عندنا طاقه راح تضيع في الفريكشن وتتحول الى طاقه ثيرمال انرجي، هذه مهمه جدا. زائد بس في نقطه اخيره بدي اقولها، انه اهتمامنا في الديتم لازم يكون بارامونت. شو يعني بارامونت؟ مهم جدا. يعني بدك تحدد الديتم، لانه الجسم اذا كان تحت الديتم بيكون البوتنشال انرجي سالبي، اذا كان فوق الديتم بيكون البوتنشال انرجي موجبي. مره ثانيه مهم جدا نعرف البوتنشال انرجي عن طريق الديتم. ففي حاله استخدام قانون حفظ الطاقه لازم نحدد من البدايه وين الديتم. يعني يمكن في واحد يقول لي انا ما بدي الديتم يكون هون، ايش كنا احنا الديتم اربيتوري؟ بكل يعني حريه بامكانك تاخذ، انا بتقول هذا بدي الديتم يكون في هالمكان هذا. اذا بدك الديتم يكون الديتم هون، تحدد الديتم. فبكل كل شيء تحت الديتم هذا، كل شيء او كل الاجسام اللي تحتيه بيكون البوتنشال انرجي سالب، واي شيء فوق بيكون البوتنشال انرجي موجب. البوتنشال انرجي فقط، مش تغير اي شيء اخر. واضح شباب؟ فمهم جدا، وشكرا لكم.